120 شاب وشابة تحصلوا على شهادات خبرة إثر خضوعهم لهذه الدورة، وتعتبر الدفعة الثامنة، مناسبة كان حاضرا فيها الأمين العام لولاية والدعي، كما جاء في كلمة رئيس جمعية الشباب القادة محي الدين محمد حسن، والذي أكد إن هذه الدورة أقيمت لإلحاق الشباب بالعالم والتعامل الحسن مع عصر الحداثة، وخاصة لخدمة ولاية والدعي. أما ممثل مركز أديتيك عبد الله محمد أشار أن هذا يعد ضمن أنشطة الوكالة الهادفة إلى المشاركة في تنمية المنطقة. باسم الخريجين خاطر سيلستين عبر عن لحظة الفرح التي عقبت هذا التدريب، مؤكدا أنهم تلقوا معلومات جمة من شأنها أن تساعدهم في المستقبل. وفي مداخلته أمين الولاية بكر حسين دقدي هنأ المستفيدين داعيا بقية الشباب بالالتحاق بأماكن تدريب الحاسوب والاستفادة القصوى منها، مشددا على أن الحاسوب يساهم في تخفيف البطالة في أوساط الشباب، كما ختمت الحفلة بتوزيع شهادات.